هذا الحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى من طريق عبد الله بن عباس، وقد تفرد بروايته من طريق ابن عباس، فلم أجد أحدا من المحدثين رواه من طريق ابن عباس إلا الربيع رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك من بعد التتبع والسبر والبحث الدقيق، فلم أجد أحدا رواه من طريق ابن عباس إلا الربيع رحمه الله تبارك وتعالى، ورواه الجماعة من طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما من طريق ابن عباس فلم أجد رواية عند أحد من طريق ابن عباس. ولهذا قال الإمام السالمي رحمه الله تبارك وتعالى: لم يثبت هذا الحديث من طريق ابن عباس إلا عند الربيع، وكفى به حجة، وكفى به حجة. يقول: لم يثبت هذا الحديث من طريق ابن عباس إلا عند الربيع، وكفى به حجة. قوله لم يثبت له احتمالان: إما أن يعني رحمة الله عليه بأن هذا الحديث لم يروى من طريق ابن عباس إلا عند الإمام الربيع، إما أن يعني هذا بأنه لم يروى إلا من طريق ابن عباس، وهذا هو الحق، فبعد الدراسة والتتبع والسبر لم أجد هذا الحديث مرويا عند غير الربيع رحمه الله تبارك وتعالى. وإما أن يعني رحمه الله تبارك وتعالى أنه روي عند غير الربيع ولكنه لا يصح ولا يثبت، وإنما ثبت عند الربيع رحمه الله تبارك وتعالى، فما رواه غيره من طريق ابن عباس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجوده كعدم. وهذا الحديث قال عنه ابن الملقن في كتابه البدر المنير بأنه رواه من الصحابة أكثر من 20 صحابيا، فقد رواه علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة، وعدد طائفة من الصحابة رووا هذا الحديث غير عمر بن الخطاب. والحافظ ابن منده وهو أبو القاسم، ليس الحافظ ابن منده محمد بن الحسن الإمام المحدث، ليس الإمام المحدث، وإنما هذا ابن منده آخر، أبو القاسم ابن منده، يقول بأنه قد جمع طرق هذا الحديث ووجد أنهم رواه من الصحابة أكثر من 20 صحابيا، ثم بعد ذلك ذكر هؤلاء الصحابة وطرق هؤلاء الصحابة، ولكن هذا القول تعقب بعد ابن منده وتعقب على ابن منده بأن تلك الروايات التي رواها هؤلاء الصحابة إنما رووها في مطلق النية، أحاديث في النية، لكن ليس هذا هو اللفظ، في مطلق النية. وأما هذا اللفظ الأعمال بالنيات فقالوا عندهم، قالوا لم يروه إلا من؟ عمر بن الخطاب. وحتى سئل الحافظ المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال، سئل عن كلام ابن منده فاستغربه واستنكره كثيرا. فإذا تلك الروايات إنما هي في مطلق النية. قلت أن هذا الحديث رواه الجماعة من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا بأن هذا الحديث تفرد بروايته عمر بن الخطاب ولم يروه أحد من الصحابة إلا عمر، ولكننا رأينا أنه رواه أحد من الصحابة وهو من؟ ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام الربيع، فلهذا انخرم القول بانفراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن قال ذلك لم يطلع على مسند الإمام الربيع
رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام الربيع قد روى هذا الحديث من طريق ابن عباس بسنده الثلاثي الذهبي المتصل، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بما أنه ثبت ذلك عن ابن عباس، ظهر لنا أنه لم ينفرد بروايته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه.